سنذهب مباشرة إلى الخليل، حيث من هناك يحدثني الدكتور أحمد شديد، هو المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. دكتور أحمد، أهلا بك وكل التحية. يعني كان الحديث يدور منذ قليل مع أحد أساتذة القانون الدولي، هو الدكتور منير نسيبة، حول آلية التطبيق. دعت الصين المحكمة بشكل أو بآخر إلى أن تحرص على تفعيل وتطبيق، ويعني أن يكون الأمر واقعيا القرار الذي صدر. لكن يبدو أننا في عالم سنضع فقط يعني كصورة التي ورائك في داخل البرواز هذا القرار، أنه مطلوب القبض على فلان وفلان، لكن هل من سبيل لتنفيذه كي يخرج من الحائط إلى أرض الواقع؟ أهلا بك مرة أخرى. تحياتي لكم. يعني مبدأ هذا القرار هو مهم ومهم جدا، هو يأتي تعبيرا عن حالة التمرد من قبل القضاء على محاولات الهيمنة والعربدة الأمريكية التي مورست على القضاء في العديد من المناسبات. كذلك جاءت بشكل مباشر لترد على الادعاء بأن القاضي قاضي المحكمة أو المدعي العام مطارد من قبل بعض الجهات بسبب تهم التحرش. وهذا بالمناسبة ما قاله يوم أمس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما قال بأنه يحاول أن ينظف نفسه ويطهر نفسه ويبرئ نفسه من عمليات التحرش. القرار مرة أخرى هو قرار نثمنه عاليا، بل هو خطوة جريئة، ولكن يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قرار، أولا بنسف مخرجات الحرب العالمية الثانية وهدم وإلغاء ديباجة الأمم المتحدة والتي تنص على حفظ الأمن والسلم الدوليين. ولقد شاهدنا كيف أن يعني ردة فعل دونالد ترامب ومساعديه، وكذلك ردة فعل بايدن كذلك ومساعديه، هي أكثر حدية من بعض الأطراف داخل إسرائيل. هذا يقودنا إلى الاعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعادي المنظومة الدولية، تعادي العدالة الدولية، تعادي كذلك الدماء الزكية التي سالت في قطاع غزة والتي في جلها لأطفال ونساء. مسألة تنفيذ هذا القرار، أنا لا أتوقع أنه سيتم تنفيذه واعتقال بنيامين نتنياهو أو يوآف جالانت، ولكن لدينا أكثر من 120 دولة موقعة على هذا القرار. هذا يعني بأنه سيمنع على بنيامين نتنياهو دخول معظمها، حتى وإن خرجت بعض الدول مثل الأرجنتين مثلا وهنغاريا مشجعة لبنيامين نتنياهو وداعمة لسلوك بنيامين نتنياهو، ولكن الغالبية العظمى من دول العالم قالت كلمتها. وفي بعض الدول كفرنسا مثلا وبريطانيا، دول وازنة في حلف شمال الأطلسي ووازنة في الساحة الأوروبية ووازنة بكل تأكيد على مستوى العالم، عندما تعلن التزامها بمخرجات المحكمة، هذا يعني بأن الساحة لم تعد كما كانت لإسرائيل، وأن الهيمنة الأمريكية التي يسعى بايدن والإدارات السابقة إلى تنفيذها وتحقيقها على المنظومة الدولية برمتها لم تعد تنطوي أو تنطري على أحد. فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، وهنا استوقفني بعض الردود، واضح أن بنيامين نتنياهو استطاع أن يحول نفسه إلى ملك داخل المجتمع الإسرائيلي، لذلك شاهدنا كيف أن ردود الأفعال جميعها التفت حول بنيامين نتنياهو وأصبحت تؤلف شخصه وتعتبر بأن المساس لبنيامين نتنياهو. حضرتك بتتحدث عن المستوى الشعبي أم المستوى الأوساط السياسية داخل إسرائيل؟ الأوساط السياسية هي معبرة عن الأوساط الشعبية. المجتمع في إسرائيل حقيقة لديه انتخابات متعلقة بالداخل الديمقراطية، أي أن الديمقراطية في إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالفرد الإسرائيلي هي ديمقراطية حقيقية. فعندما نشاهد يائير تومي لبيد وبيني جانس وغادي آيزنكوت ومعظم الذين هم بالمعارضة يقفون إلى جانب نتنياهو، هو تعبير عن قواعد الجماهيرية التي انتخبتهم. ولكن هناك ملاحظة بسيطة، أن استطلاعات الرأي سجلت صباح اليوم واستطلاع الرأي لصحيفة معاريف سجل تراجعا في حزبية بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، إذ أنه تراجع إلى 25 مقعد بتراجع ما يقارب 6 مقاعد عن الأسبوع الماضي. ولكن هذا لا أعتقد أنه مرتبط بمسألة المحكمة، إذ أن هناك معطيات أخرى كالحرب على لبنان والحرب في قطاع غزة والخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال واستمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. هذه عوامل أخرى مختلفة تماما عن واقع استطلاع اليوم، ولكن
الأحزاب في إسرائيل أعربت يوم أمس عن مبايعتها التامة والمطلقة لشخص بنيامين نتنياهو. هذا يعني بأن المجتمع في إسرائيل اقتنع بكل ما قدمه بنيامين نتنياهو من رواية، ليس فقط بالمفهوم الأمني والسياسي وإنما كذلك بالمفهوم الشخصي، إذ أن بنيامين نتنياهو قدم نفسه منذ 8 أكتوبر الماضي على أنه المخلص، وقد تحدث في العديد من المناسبات كأن يقول بأن الذي ينتقدني، الذي ينتقدني هو يعادي الدين، يعادي التوراة، وهذه لم تخرج عن مسؤول إسرائيلي من قبل. حتى عندما يتحدث قادة الأحزاب الدينية الأرثوذكسية كحزب شاس وأوجدات إسرائيل والمفتال، هم لا يتحدثون بهذا المنطق التأليهي، المنطق الاستعلائي في الحديث مع المجتمع في إسرائيل. بنيامين نتنياهو تجرأ وقال أكثر من ذلك، إذ قال أن الذي ينتقد سياستي هو يمس بمفاهيم التوراة ومفاهيم الدينية، وفي بعض المناسبات قال بأنه أنا أرى في نفسي رسولا جديد جئت لأنقذ الشعب اليهودي. إذا هذه المنظومة التي اليوم هي تحكم إسرائيل المشكلة للكنيسة الإسرائيلية مقتنعة شبه اقتناع شبه كامل بما يروجه نتنياهو، أو بالترهيب الذي مارسه عليهم بنيامين نتنياهو عندما تحدث عن المجازر، عن الإبادة في على يد النازية، عندما تحدث عن السبي البابلي، عندما تحدث عن الانتحار بالمتسادة شمال فلسطين في العصر الروماني. اليوم بنيامين نتنياهو لنا أن نقول وإن تراجعت مكانة حزب الليكود، حزب بنيامين نتنياهو باستطلاعات الرأي، إلا أن الساحة مفرغة بشكل كامل لبنيامين نتنياهو، وشاهدنا على عكس ما كان متوقعا في حال قالت جانت فإن المجتمع في إسرائيل أو بعض الأحزاب داخل إسرائيل ستنتفض أو سترفع صوتها في وجه نتنياهو، تم تمرير إقالة جالنت، تعيين كاتس وزيرا للدفاع. وبالمناسبة يعني جالنت لا علاقة له بالعسكر التالية بالمطلق، جالنت جاء من خلفية مختلفة تماما، وهذا ينذر بشكل كبير بصدام آخر مع الجيش. وشهدنا كيف أن رئيس الأركان هرتسي هليبي في أكثر من مناسبة أعرب عن استغرابه من حديث جالنت كاتس خاصة فيما يتعلق بأهداف الحرب على لبنان. إذا هناك منظومة كاملة غطت بنيامين نتنياهو، ولكن مرة أخرى القرار بحد ذاته هو قرار تاريخي أعتقد سيبنى عليه مستقبلا تماما، كما نعول على مسألة الطلبة الأمريكيين والمتظاهرات. أعتقد بأن هذا القرار سيضاف إلى سلسلة أو سيراكم عليه سلسلة إنجازات مستقبلية من شأنها أن تشكل العدالة أو أن تحقق العدالة للأطفال الذين قتلوا في غزة. لكن الضغط، فكرة الضغط اللي حضرتك تحدثت عنها سواء في الجامعات الأمريكية أو في غيرها، يعني حتى حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافها بدولة فلسطين، هو نوع من الضغط. ربما العرب يحتاجون إلى تشجيع، يعني أعتقد أنه قرار المحكمة الدولية جاء تشجيعا لمن يريد أن يرفع صوته أمام إسرائيل أن يحدث فارقا، لكنه ربما لا يستطيع أن يشكل هذا الفارق. ربما جاء هذا القرار لجامعة الدول العربية، للدول العربية الآن، كي تنهج نهجا مختلفا ما. لا أعلم إذا كان هذا حديثا تطبيقيا أم أنه محض نظريات. ما تعليقك؟ يعني إذا ما أخذنا السؤال على شكل حوار ولك الحق بذلك، أعتقد أن الواقع العربي هو غير مهيئ وغير مؤهل أن يقف في وجه إسرائيل بالشكل التقليدي الذي يتمناه كل عربي بما فيه من نظام الرسم العربي، ولكن واقع الأمر يختلف تماما. أعتقد أن الكرة أكثر مما هي في الملعب العربي هي في الملعب الروسي وكذلك الملعب الصيني، إضافة إلى الأطراف الفاعلة في العالم. الموقف الفرنسي والموقف البريطاني حقيقة أنه بالمفهوم التقليدي أسقط الحجة عن هاتين الدولتين، ولكن بالعودة إلى الدول العربية أنا لا أعتقد أن الأبطال العربية قادرة على الدخول في حرب مع إسرائيل. لا أتحدث عن حرب بالضرورة دكتور أحمد، يعني على الأقل مواقف فاعلة، مواقف اقتصادية فلتكن، أو مواقف سياسية فاعلة بشكل أو بآخر. يعني على مدى العام الماضي اعتقد بانه يعني ولسنا يعني بصدد جلد انفسنا اكثر مما جلدناها او ان نجامل بعض. ان يعني اذا ما ذهبنا الى الواجهه الجنوبيه الى مصر، هي استطاعت ان تفشل المخطط الاستراتيجي والمتمثل بالتهجير، ومن يعتقد بانه بنيامين نتنياهو يريد ان يحقق انتصار على غزه هو مخطئ. صحيح، توقف عند حائط الحدود مع مصر، نعم، والاردن ايضا في نفس الوقت.
هو يريد ان يخلي قطاع غزه، لان الهدف الاستراتيجي مفهوم. لبنيامين نتنياهو ولاوريت ستروك وزير الاستيطان ولبن سليلكس مودريتش وزير الماليه ولتمار بن كبير هو ليس انتصار على غزه. هم يعرفون تماما ان غزه بعد الاسبوع الثاني او الثالث للحرب لم تعد ساحه حرب، حتى وان استنزف جيشها من خمن مجموعه كمائن. نعم. ولكن المراد او الهدف الاستراتيجي هو اخلاء قطاع غزه بالانتقال للواجهه الشرقيه مع الاردن. يعني هذا الهدف نعم شديد شديد الوضوح بالفعل يا دكتور، والله يعني الجميع يفهم ذلك، يعني لا 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 يرد على ذهن احد في هذا العالم امرا مخالفا. شكرا، امر مخالف. شكرا جزيلا لحضرتك، تحيات دكتور احمد شديد، هو الباحث في الشؤون الاسرائيليه.